انت بتفكر في ايه يا سعد بعد ان شاء الله عمر طويل في الملاعب، بعد الثلاث اربع سنين اللي انت لسه مترجتهم في الكوره كلاعب كوره، بتفكر ايه الاتجاه اللي انت اقرب له او اللي انت مخطط له؟ هل انت اصلا من نوعيه الشخصيات اللي تخطط للمستقبل؟ انت مثلا بعد ما اخلص كوره عايز ابقى مدرب، لا عايز ابقى في الاتجاه الاداري، لا عايز ابقى في الاتجاه الاعلامي؟ ده لا، انا مش من النوع اللي بخطط او بكون يعني كان في دماغي ايه اللي يحصل بعد كده، لكن برضو للامانه النادي الاهلي هو اللي وجهني للحته دي. يعني وجهك. يعني ان انت من الناس اللي احنا شايفينك بعد كده هتكون موجود معانا والله. وعايزينك معانا، وعلى سواء على المستوى الاداري او على المستوى يعني جوه النادي هتبقى موجود وليك دور. فهو ده اللي الناس شايفه فيك، الحاجات دي من خلال مواقفك. ودايما النادي اللي بيحب يعد كوادر وبيحب طبعا. يجهز ناس كل فتره ان هم يبقوا متواجدين. فده كان الكابتن الخطيب حتى في البيان اللي نزل من النادي الاهلي لما كانت حاجه طلع كلام محترم اتقال يعني في حقي، فكان الكابتن الخطيب هو اللي اتكلم حتى معايا في النوعيه دي. يعني من انت موجود وليك دورك وليك مكانك جوه النادي، وانت كادر من كوادر النادي وابن من ابناء النادي. ما ممكن تبقى كادر اداري، كادر تدريبي، انت مستقر انا على دلوقتي حاجه؟ مش مستقر على حاجه، يعني انا عايز اكمل في الملعب الحمد لله. الفتره فاتت لما لعبت واشتغلت بشكل كويس مع فيوتشر، فشايف على الاقل قدامي سنتين ثلاثه في الملعب، 3 سنين اديهم بشكل كويس، وبعد كده نشوف الخطوه في هنروح فيها لفين ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نتكلم في بعض الامور والصور المهمه اللي عايزين نعرضها لسعد عشان ناخد منه تعليق. جاهزه معانا الصور يا جماعه؟ قولوا لي. طيب الصوره دي دي كنا صغيرين، هم كانوا صغيرين بس انا زي ما انا هم كانوا صغيرين بس انا زي ما انا كان هاني ورمضان وتريزيجيه وبامبو. انا على طول كنت بتريق على بامبو عشان الضحكه بتاعته، لا والله عشان سنانه بيضه فبيبينها على بيبين طول. الضحكه قوي. من اللعيبه المحترمه قوي بامبو بصراحه. وعامل شغل كويس مع البنك. تريزيجيه بصراحه. طبعا اخويا الصغير ربنا يكرمه في الاحتراف، وقعدنا مع بعض في شقه واحده 4 سنين لحد ما احترف ومكسر الدنيا في الاحتراف. وهاني ماشي ما شاء الله بشكل كويس دلوقتي، ممتاز الموسم الاخير ده مع بصراحه. النادي ربنا يكرمه. هاني من العناصر المميزه، وبرده كان حصل عليه ضغط ورجع الحمد لله بشكل كويس. كنت دايما على تواصل معاه ان انت هتكسر والله. الدنيا وان انت عندك امكانيات تكسر الدنيا. ورمضان ربنا يكرمه مع بيراميدز ان شاء الله باذن الله. ده دور بيبقى بصراحه مهم جدا من خلالك لا هاني لعيب مميز، يعني هاني لعيب مميز وهاني عنده امكانيات كبيره. اتداس عليه برضو زي كريم كده فترة فترة ده بصراحة. طبيعي، برضو طبيعي الناس برضو من عشمها، وجمهور الاهلي دايما عايزك تبقى رقم واحد وعايزك تبقى وجمهور الاهلي بيغير على فرقته وعلى لعيبته، فعايزك دايما تظهر بشكل كويس. طب يعني طب طب انما انا عايز تعليق على الصورة دي، لان بصراحة الرياكشن لوحده الصورة دي من كارثة 2018 واحنا في كارثة. 2023، لا فانا مش برضو عارف اللي معلش. جايبها اكيد فاضي. طب على فكرة انا اللي جايبها. لا والله يعني.